السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، اترككم بحلقه جديده من لعبتكم لعبات بال وورد. في هذه الحلقه يا اصدقاء سنحاول تدمير الاشخاص الذين دمرونا في الحلقه السابقه، لكني سافعل استراتيجيه اخرى مختلفه شيئا ما. اول شيء سنحاول فعل انكيبيشن لهذا البيض الذي وجدته بطبيعه الحال عشوائيا فقط اثناء التجول. حصل روبن كويلتشيرا، روبن كويلتشيرا يكون موجود في المنطقه الصحراويه، حصلنا عليه الان يا اصدقاء. In no time يا حبيبي، دون أن نفعل أي شيء. ما هذا روبي؟ نعم حصلنا على الفادلر. الفادلر يا أصدقاء لديه استراتيجية الهوليجان. هنا اللارج ديك تويز موتيفيشنال ليدر، هذا لديه قدرة خيالية، هذا موتيفيشنال ليدر يا حبيبي. نقوم أولا بأخذ هذا الشارك ونضعه في هذه الضفة تقريبا. نعم لديه مزيد من البيض صراحة الذي سأحتاج لكي أقوم بفقسه، لكن انتظروا اولا ناتي الى هنا نحاول فقس هذا البيض كذلك. سكورشين ايج عاديه جدا، نس متاكد على ماذا سنحصل. الفان ويرم جيد، هل لديه شيء اسطوري ام لا؟ اتوقع لا، بما انها لم تظهر لي اي علامه يعني ليس لديه اي شيء اسطوري. وهنا واو ليسبانك ايجنيس فيريس يا حبيبي، احسن العمل. ليسبانك ايجنيس لم يكن لديه اصدقاء مع المجموعه الخاصه بنا، لكن صراحه لقد حصلنا عليه الان فقط من البيض، لاني اتجهت البارحه وراء من الكاميرا. ساخبركم يا رفاق اين ذهبت والاشياء التي فعلتها تقريبا. سنقوم الان باخذ هذا البيض لكي نقوم بفقسه ان شاء الله ونكتشف على ماذا سنحصل. نفقس كذلك تلك الدارك ايج، لدينا واحد اتوقع ذلك العدد فانها يكفي اصلا. استراتيجيه الفقس صراحه فانها مميزه جدا لانها تختصر عليكم الكثير من الوقت، مثلا اذا اردتم الذهاب ومحاولات الصيد والتعب يمكنكم فقط جمع البيض الذي ستجدونه يا اصدقاء في الخريطه ويمكنكم فقصه بهذه الطريقه. ايزي بيزي، انتظاروا الان سنذهب في جوله اصلا، يعني اننا يا اصدقاء عندما سنعود سنكتشف بان هذا البيض لقد تم فقصه. 15 دقيقه فقط. ايفريجينز جود ان ذا هود، عمليه التزاوج لقد اوقفتها من زمان، لم اقم بفعل عمليه خاصه بالتزاوج. الشيء الذي سنركز عليه اليوم يا رفاق هو انني قمت بفتح الخريطه اولا، هذا هو الامر الجديد. قمت بفتح بالاديس، خطير جدا ذلك البوس، هو صديقه الديناصور لوكس فتحته كذلك. هذا الفرستالي الذي لم نستطع انهائه قمت بفتح كذلك. لايلين نوكت، لايلين نوكت ممكن ان تكون خطيره كذلك، مستوى 49. لازلت فقط لم افتح هذه المنطقه، وانا لقد قمت بوضع علامه فيها لكن لازلت لم اذهب بعد لذلك المكان، ممكن ان يكون بوس في تلك الضفه. قمت بفتح كذلك هذه الكاتريس مستواها ضعيف، وقمت بفتح هذا الوارتسيك مستواها ضعيف كذلك. وبعدها قمت بفتح هذه المنطقه وقمت بفتح هذا الذي اسمه الاستيغون، اتوقع بانه سيكون خطير جدا، ممكن ان نتحدى في حلقه اليوم. اما بالنسبه للجيت دراج الذي مستوى 50 خطير سنتركه فيما بعد، اني لا استطيع العراك ضده. تخيلوا هذا، وعانيت ضده يا اصدقاء في الحلقه السابقه، لم يقتلني لكن حدثت جليتش وتم اعاده سباوني له، ولم استطع تحديه صراحه لان الفريق عندي لقد مات. قتل يا اصدقاء ثلاثه من لباز عندي وبقي بال واحد فقط، وصراحه الكارثه لقد حدثت لهذا السبب لم استطع تتم تحديه، لكن اليوم سنحاول تحديه ان شاء الله. الشيء الذي سنفعله اولا سنذهب عند هذه الكاتريس ندمرها، نذهب عند ذلك الوارسيك ندمره، وبعدها يا اصدقاء نحاول جمع فريق يكون مميز ونتجه عند هؤلاء البالز الموجودون هنا في المنطقه البركانيه لكي نقوم بتدميرهم. لهذا السبب الشيء الذي سافعله الان ساقوم باخذ فريق خاص معي، كما قلت لكم هو الذي سنستعمله في هذه المعارك القادمه، وذلك الفريق الخاص سيكون فيه بالز مائيون. لحد الان سنركز فقط على البالز المائيين. بطبيعه الحال ستكون الازوروبي وكذلك اليورمنتايد، هذا هو الفريق الخاص بنا لحد الان، بالاضافه لجالكلو فانني ساتركه رغم انه ليس قوي كثيرا لكني ساتركه معي اصدقاء في الفريق ونكتفي فقط. هذا هو الفريق الذي سنستعمله يا شباب. الفاليريس هو اضعف حلقه لان الهيلت عنده فانه ضعيف في الهيلت، مع الاسف ليس لدي فاليريس قوي في الهيلث لكي استطيع وضعه في الفريق، وهذا الفاليريس فاني استعمله في التنقل. الراجناهاوك كذلك لدينا مميز لكن لم اقم بتطويره بعد، لان الراجناهاوك اتوقع سيكون خطير كذلك في المعارك يا اصدقاء السابقه القادمه عفوا. من بين الامور التي اريد فعلها هو انني اريد تعلم استراتيجيه الايكنس، ساشرح لكم هذه الاستراتيجيه كيف هي. اذا جئنا هنا للتكنولوجي وبحثنا عن الايكنس، لازم لم يقوم بعد باضافه استراتيجيه السيرش، لهذا السبب يجب علي البحث عنها ببطء بهذه الطريقه حتى نصل له. هو هذا الكلبسي ايكنس يا اصدقاء، هذا الكلبسي ايكنس فانه مهم لانه في المعركه الاخيره سنستعمله يا اصدقاء. نقوم بوضعه مثلا مكان انوبيس فقط لكي اكتشف.
لدينا استراتيجيات لافا سباوت. ركزتم لديه يا اصدقاء استراتيجيات لافا سباوت. لكن تعال تعال نحاول رميها بهذه الطريقه لافا سباوت. اتساءل هل استراتيجيات لافا سباوت الموجوده لدى هذا هل عليه فقط البقاء معي في الفريق لكي نحصل على تلك الاستراتيجيه وايل ان تيم انكريز ذا اتاك. لافا سباوت مستوى واحد وفاير باث فهمنا يعني انه اذا كان معي في الفريق فاني ساستطيع رفع مستويات الفاير باز الموجودون عندي، وبهذا فإنهم سيصبحون أصدقاء خطيرين. لكن بالنسبة لاستراتيجية لافا سباوت هل علي مثلا تعلمها هنا في تكنولوجي بوينت؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه. مثلا الكلبسي إغنيس ستكون عندها لافا سباوت هنا، وبهذا فإنني إذا فعلت لها الكرافتين سأحصل على تلك الخاصية أم بمجرد وضعي في الفريق سأحصل على تلك الخاصية؟ يعني عندما بحثت هنا عنه لم أجدها صراحة، وهذا يدل على أنه فقط إذا كان معي في الفريق فإنه سيعطيني أصدقاء تلك الدفعة المميزة، وهذا شيء جيد. إذا أعطاني فإني سأكون سعيد. كذلك هذا البايرين لقد استطاع يا رفاق الحصول عليه. ترويضه ضعيف جدا، وجدته في المنطقة البركانية، مستواه فقط 30 وقمت بصيده بسهولة. الآن أريد صناعة كذلك السرج الخاص بصديقنا التنين. نعم اليورمانتايل يس. السوزاكو كذلك لقد قمت بصيده يا أصدقائي الأوفياء. سأظهر لكم الآن المقاطع قبل أن نتحرك وقبل أن نفعل أي شيء. تابعوا معي هذه المقاطع. المهم أثناء ذهابي في الرحلة لكي نقوم يا أصدقائي الأوفياء بفتح الخريطة، لقد وجدت يا أصدقاء سوزاكو مستوى 42 فقرات تزيد عليه وبدأ المعركة ضده. وبعد معركة شرسة جدا يا أصدقائي الأوفياء، تبادل ضرب ورد إلى آخره، استطاع صراحة إزالة الهيلث لها كثيرة. وبعد الشيء الذي قررت فعله هو أني قررت تحدي لوحدي، بدأت أسدد عليه يا أصدقائي الأوفياء وبدأت أدمره، وفي الأخير قررت الإمساك به باستعمال الألتخاء سفير. وبعد معاناة طويلة قررت استعمال الهايبر سفير فقط وليس الألتخاء سفير، وصراحة استطعت إمساكه يا أصدقائي بعد محاولات تقريبا ما يقارب أكثر من 4 مرات وأنا أسدد عليه بسفيرز، واخيرا استطعت الامساك به باستعمال الالتخاء سفير، واول مره سامسك بسوزاكو. وبعد يا اصدقاء تابعت التجول وذهبت لهذه المنطقه، هنا وجدت هؤلاء الشباب يقومون بالبيع، والشيء الذي اكتشفته هو ان هذا الشخص فانه يقوم ببيع يا اصدقائي ملابس. تلك الملابس فانها ملابس مضاده للبرد وملابس مضاده للحراره، فقررت شراءها يا اصدقاء من عنده. اذا اردتم شراءها يمكنكم الذهاب لها، لقد عرفتم الان المكان. وبعدها تابعت جولتي فوجدت كيلبسي إغنيس يا اصدقاء يلمع خطير في المنطقه البركانيه. بطبيعه الحال لن افلت على نفسي تلك الفرصه، فقررت يا اصدقاء الهجوم عليه وتحديه. المعركه لم تكن سهله ابدا لان جاء الكثير والكثير من الاعداء، بالاضافه لكيلبسي إغنيس الصغار جاء كذلك احد الكلاب الموجودون في تلك المنطقه هجموا عليه. المعركه كانت شرسه جدا ضدهم، لكن بعد معاناه طويله اخيرا يا اصدقاء استطعت الامساك بالكيلبسي إغنيس الاسطوري باستعمال كره الالتخاء سفير. لديه اللاكي ولديه الانزليس بادي. كيلبسي إغنيس رائع مستوى 37، وممكن ان ذلك هو الكيلبسي الذي سنقوم باستعماله وسنضمه معنا في الفريق اذا جئنا هنا باي اليمنتس وتحركنا بهذه الطريق. فهو يا اصدقاء كيلبسي إغنيس يشع يا حبيبي، لديه هجمات الدراغون وباقي الهجمات فانها فاير خطيره، حجمه كبير. ممكن هذا هو الذي سناخذه معنا في الفريق لكي يساعدنا ويعطينا ذلك البوست. وقبل ان نتحرك يا اصدقاء في هذه الجوله سنقوم بصناعه الليجنداري سفيرز. الشباب كذلك فانهم يساعدون الان في صناعه الجام باودر. نحتاج للجام باودر لكي نستطيع صناعه مزيد من الاميونيشن بالاضافه للسفيرز. ان اليوم علينا يا رفاق ترويض احد اولئك الاساطير لكي ننهي هذه المهزله نهائيا. نستطيع صناعه 23 في 5 يعني عدد جيد، لان ليس لدي عدد كثير من الريفاين ميتال انجتس. يجب علي الذهاب للبيز الثانيه لكي احصل على تلك الرشيد. صناعه 3 فقط يا اصدقاء. هذه الكره تتطلب وقت طويل لكي تستطيع صناعتها. الشباب لقد توقفوا اصلا، ذهبوا يا اصدقاء لكي ياكلوا الطعام وتركوا النحل لوحدنا. اصلا هذا العدد القليل فانه يكفي يا اصدقاء ان نحتاج للكثير. شاهدوا اذا بدات انا في الاشتغال شيء انا ثقيل جدا في الاشتغال. احسنت انت ابدا الاشتغال هنا جيد لا باس بها، لقد بدات يا اصدقاء تتحرك. لدينا هنا عدد يكفي من الامونيشن، لكن في هذا السلاح لدي عدد قليل فقط 95 على 20، لهذا السبب ساحتاج للمزيد. هم الشباب لقد جاءوا على الاقل يشتغلوا لكنهم ثقيلين جدا صراحه. الانوبيس هو الذي يشتغل بطريقه جنونيه. صديق الانوبيس تعال تعال اتقم بمساعده الشباب هنا. عليهم مساعده الشباب يا اصدقاء في تلك الضفه لكي نسرع. الانوبيس الان لن استطيع اخذها بتلك الطريقه لانني ساقوم باخذ الحجر فقط. سناتي الى هنا وسنقوم بحذفها من الفريق، وبعدها سنعيد. وبعدها اين انت؟ تعال
سنقوم بحمله وسنضعه لكي يشتغل في هذه الضفه مع الشباب. تعال انت يا صديقي اشتغل على تيل. هيا لا دهب دهب دهب. في بعض الاحيان فان تحدث هذه الجليتش لست متاكد لماذا تحدث عندما تقومون بفعل الصاين له لمنطقه معينه فانها لا يشتغل فيها. لست متاكد لماذا ببساطه. بما انني انتظر الان الكرات ساشتغل على هذا الشيء بنفسي لانها اصلا على الاقل اسرع استطيع فعلها بنفسي. وبعد ما سانتهي يا اصدقاء وساحصل على جميع الاشياء التي ساحتاجها سننطلق ان شاء الله في الجوله. انتهينا 25 شيء جيد. هؤلاء سأتركهم قوم بصناعة واحدة ممتازة سأتركهم لكي ينهوا ذلك العدد لأن لدينا عدد الآن يكفينا يا أصدقاء من الكرات. ولدينا 37 في الليجنداري 23 21 وفي الجيجا لدينا 9 فقط. وهيا لكي ننطلق الآن نتأكد أولا من الفريق الموجود عندنا. نعم يجب علي تغيير أنوبيس مكان صديقنا الآخر مكان هذا الجوب فين. أغلبكم سيقول لي ياسين الجوب فين إن ليس قوي كثيرا بمستوى 22. لا تقلق يا صديقي الغوب فين داك فإنه سيتطور بعد هذه المعارك التي سنفعلها. أولا سنذهب عند تلك الكاتريس نقوم بتدميرها. نذهب عند البوس الآخر الذي مستواه ضعيف نقوم بتدميره. لهذا السبب قمت بأخذ الغوب فين أصلا معي لكي لا يقوم الشباب بقتلهم لأن الشباب الذي مستواهم مرتفع سيقومون بقتلهم يا أصدقاء على السريع. الآن سنتجه عند الكاتريس. هذا البوس سندخل عنده يا رفاق البيز. الكاتريس ستكون خطيرة. هي لكي ندخل أولا. تعال يا صديقي أنت. سنقوم بالتسديد يا رفاق. نحن من سيتحكم في التسديد لأني لا أريد قتلها. بعدها سنقوم باستعمال الريج. وزلزال البركان يا حبيبي. بعدها سنقوم باستعمال الفينيكس أتاك. هيا يا صديقي دمرها. ممتاز أصبناها بشكل جيد. أنزلنا لها الهيلج كثيرا. الآن سأحاول إحراقها يا أصدقاء بهذه الطريقة. وبعد الشيء الذي سأفعله سأنزل الآن من الفاليريس وسأترك الفاليريس لكي يهجم. هيا أهجم يا صديقي الفاليريس لكن لا تقوم بقتلي أيها الفاليريس. تلك الهجمة لاحظت البركانية ليست فعالة كثيرا. الآن دونش أتاك دونش أتاك. ممتاز سأقترب منها سأحاول الإمساك بها يا أصدقاء. 73% منطقية عليها الإمساك بها. جيد ايزي بيزي لي من سكويز. انا حتى قمنا بالامساك بها. الكاتريس لبوس انهيناها يا اصدقاء دمرناها وهنا حتى امسكنا بها. صديقنا لقد حصل على عدد هائل جدا من المستويات 62000 اكس بي. شايلو كان مستواها 22 اصبح مستواها الان 30. لماذا تهجمون علينا؟ ما فعل لكم اي شيء ايها المغفلون. لا تهجموا علي. هيا دمرهم يا صديقي. هيا دمر هذا دمر ذهبوا ذهبوا دمر هذا دمر اقتل ذاك وبعدها دمر الاخر. شايلو لماذا لا تهجموا يا صديقي؟ اهجم هيا سدد ديك هجمات مائيه خطيره. هيا شايلو هذا المغفل يريد الهجوم على هذا يريد التركيز على هذا يا اصدقاء. ما الذي حدث لها؟ اين ذهب؟ واو يا له مغفل كبير هذا مغفل كبير. شايلو لقد ضربها ضربها. احسنت احسنت قام بإنهاء ذاك. نعم هذا كذلك لقد أنهى شيده لقد أنهى يا أصدقاء. أحسنت نحصل فقط على البونز لأن العظام هي أهم شيء والليدر كذلك. أحسنت يا صديقي. هيا عد الآن عد القوم فين. أتساءل كيف سيكون يا رفاق في العراكات لأنه صراحة ليس قوي كثيرا. الآن سنأتي عند هذا الورسكت ننهيه هو كذلك ونقوم بترويضه. هذا الورسكت سيتفاجأ توقع بأنني نسيته لكن لازلت لم افتح بعد الخريطة يا صديقي. الان بعدما فتحت الخريطة انا سأنهي. بالنسبة لهجمة الاغنيس ريج لم تعجبني كثيرا. لماذا؟ لانها لا تصيبني نهائيا الاعداء. واو الوارسكت انهم اصبته بشكل جيد. شاهدوا الاغنيس ريج شاهدوا ها نقوم بانشاء بركان لكن شاهدوا البركان لا يفعل نهائيا الدمج. ذلك البركان يصلح ضد اعداء كتر. اذا كان عدد الاعداء كتر سيصلح ضدهم ذلك البركان لكن عندما نتعارك واحد ضد واحد هجمة البركان سيئة جدا. أسوأ هجمة لحد الآن هي هجمة البركان. هاتي قوية هاتي الهجمة شاهدوا بسرعة كبيرة أنزلت لها الهيلت الهيلت لازالت تنزل. واو هي أيوة المغفل. تعال سنحاول إحراقها بهذه الطريقة والآن سأحاول إمساكها. 23% ممكن ألا أمسكها بتلك الكرة بالضبط لكن نعم أمسكتها كنت بتسديدها عشوائيا فقط لم اكن اتوقع نهائيا بانني سامسكه لكن امسكته. المهم كما قلت لكم تلك الهجمه فانها اغنيس ريج. تخيلوا 120 وهجمه سيئه لا اصدق نهائيا ان هذه الهجمه فانها بهذا السوء عفوا لا اصدق. لهذا السبب لن نقوم باستعمال تلك الهجمه يا اصدقاء فيها رغم انها قويه بالفعل 120 افتر
certain amount of time. لكنها سيئة دائما عندما أجربها فإنها لا تعطي رفاق أكلها، والمشكلة هو أنها تحتاج وقت طويل لكي تجمعها مرة أخرى. لهذا السبب سأقوم بحذفها يا أصدقاء، خصوصا أن تلك الهجمة تصلح لعدد كثير من الأعداء، لأن في أغلب الأحيان يقفون وسط من ذلك البركان ولا يتأذون نهائيا. جربت الهجمة ميرا وشكرا، هل فيها جليتش أم لا؟ لا أعرف، أم أنها هجمة قوية لكنها سيئة. والآن بعد هذه المعارك سنعود للبيز لكي نقوم ببناء الساد الخاصة بالشباب، وبعدها سنتحرك. أحتاج الساد الخاصة بالأزوروبي واليورمانتاين، ليس لأنني أريد الركوب فيهم، بل لأني أحتاج لكي أتحكم فيهم. في بعض الحالات أحتاج لكي أتحكم لأنهم سيئون في العراكات. اليورمانتايد ماذا نحتاج؟ نحتاج مزيد من الباليوم. جاي صد الخصب اليورمانتايد هي الأهم، لهذا السبب سأركز عليها هي أولا. لدينا 1000، let's go. هيا قم بصناعة المزيد يا صديق. هل انتهيتم أنتم؟ أحسنتم، انتهوا انتهوا بعدما عدت. ونقوم بصناعة الصاد الخصب اليورمانتايد. تعال يا رفيقي. ليس موجود عندي هنا في الفريق، علي إضافته، سأضيفه لكي يشتغل وبعدها سأعيده. اشتغل يا صديقي هناك، قم بصناعة السادل بسرعة لنا. أحسنت شيء جيد. رغم أن هذا كما قلت لكم ليست لدي القدرات الخاصة بالاشتغال، تخيل لو كان لدي شخص وركهوليك ولديه تلك الأمور التي تضيف لها سرعة الاشتغال سيكون خطأ، سرعة كبيرة سنستطيع فيها الكرافتين. أحسنت، الآن قم بصناعة الساد الخصب الأزوروبي، وبهذا فإننا سنستطيع الآن الركوب في اليورمانتايد والأزوروبي كذلك، وبعدها سنتحرك يا أصدقاء لكي ندخل في معارك خطيرة جدا وشرسة. في المعارك فإنها ستكون في المنطقة البركانية، لهذا السبب كما قلت لكم قمت بأخذ البالز المائيين، إني سأحتاج لبالز مائيين الآن. بعد ما قمنا بالعراك ضد كاتريس وبعد ما تعاركنا ضد الوارسكت أمسكنا بهم جميعا، الآن سنتجه يا أصدقاء لهذه المنطقة النارية. سنتحدى هذا مستوى 48 وهذا مستوى 49. سنتحدى أولا هذا البلازاموت، هل سأحس بالحرارة؟ لأنني يعني قمت بصناعة درع قوي. نعم بالفعل، النار فإنها مشتعلة في الآن، لكن يمكنكم فعل استراتيجية وهو استعمال بال مثلا كهذا يقوم بالتبريد عليكم، ومن الأفضل استعمال كذلك الآيس باز لأن الآيس باز يبردون عليكم بطريقة جيدة. من ناحية السياقة فإنها تقيل شيد، ثقيل جدا من ناحية السياقة، لكن الهدف هو استعماله في الهجمات وليس سياقته لأنه ثقيل جدا. بما أن الهدف هو العراك ضد البالز الناريون، لهذا السبب جميع الهجمات لقد اخترتها لكي تكون أصدقاء مائية وليس دراغن. هذا البوس أول مرة سأتي عنده، لا أعرف هل هو موجود في الفوق أم في الأسفل. بلازاموت خطير، لهذا السبب الشيء الذي سنفعله سنطير بهذه الطريقة. عدد البيض هنا فإنه هائل، وهل بلازاموت يظهر هنا أم ماذا؟ لا أعرف. أين نحن؟ نعم لقد تقدمنا عليه. أين أنت أيها البلازاموت؟ البلازاموت قالوا بأنه موجود هنا في هذه الضفة، لكن لحد الآن لم أرى أي أحد. الشيء الذي سنفعله سنحاول الوقوف في هذه المنطقة، وسأظهر لكم المكان بشكل جيد. كما تشاهدون المنطقة فإنها بركانية عن آخرها، وقالوا بأن البلازاموت هنا أسفل منا مباشرة. لهذا السبب لا أستبعد يا رفاق الأوفياء بأنه سيكون داخل من كاف، علينا البحث عن ذلك الكاف والدخول عنده. أول مرة سأتي لهذه المنطقة لكن غير موجود تسجيل صوتي في هذه الضفة، هل هي جليتش أم ماذا؟ لا أعرف. نعم ها هو المدخل، لقد رأيناه الآن. ركزهم 100% هذا الكاف سيكون هو المدخل الخاص بذلك البوس. أنني بحثت جيدا في المنطقة، هنا مدخل بلازاموت هنا، أتوقع هذا هو المدخل يا أصدقاء الخاص به. إذا دخلنا فولكانيك كيفر المستوى 40، كم هو مستواك أنت؟ لا لا ليس هذا، ليس هذا البوس الموجود داخل من هذا فإن مستواه 40، والبوس الذي نبحث نحن عنه مستواه 39 يا أصدقاء. يعني إذا لم يكن ذاك هو المدخل، إن المدخل سيكون في أحد هذه الضفاف هنا في جانب البنايات. لم أجد صراحة المدخل، 100% المدخل سيكون يا أصدقاء في هذا الاتجاه، يعني إذا لم يكن في ذلك الاتجاه سيكون في هذا لا غير. هذا السبب علينا فقط البحث جيدا يا أصدقاء، هرب من هذه الطريق. ممكن أن نجد المدخل في هذه. نعم نعم بالفعل لقد وجدته أخيرا. والمدخل بالقرب من أولئك الأعداء، لأني هنا نزلت بالقرب منهم. نحن ده وجدنا المدخل يا رفاق. سكورتشين ماين شافت، ليتس جو بيبي. صديقي أجعود هيا. الآن المعركة الشرسة يا رفاق ضد البلازاموت. أتساءل صراحة هل سأستطيع تدميره؟ هل سأستطيع الفوز عليه؟ لا أعرف، أنني أول مرة سأتي إلى هنا لكي أتعارك ضد هذا، وأنا لست مستعد كثيرا صراحة بلا كذب، لست مستعد كثيرا لكي أتعارك ضده رغم كل هذا فإني سأحاول. ظلمات هنا، الشخص سيكون خطير، البوس خطير. هل من هنا الطريق أم ماذا؟ الآن أتحرك عشوائيا فقط. أين أنا؟ لست متأكد. نعم 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 ها
بالله زاموت يا حبيبي. معركة السكون الشرسة من الضرورة رفع على برايت نيس أننا سنتعارك ضدها الآن في الليل طالما الحالك، رغم أن الوقت فإننا في الصباح لكن الظلام الحالي يكون. رفعت البرايت نيس حتى الحد الأقصى يا أصدقاء، معنا حتى دخلنا عند الكلب المغفل الغبي. ماذا سنستعمل؟ أول شيء سنستعمل يورمانتاين. تعال يا يورمانتاين، هو هذا المغفل. هيا الهايدرو، ممتاز. مع البداية الهايدرو يا رفاق الأوفياء، شي دمرته بالهايدرو يا حبيبي. الأقوى الآن، هيا أحسنت يا صديقي، هجمته ليست فعالة ضدك يا رفيقي. مرة أخرى الأقوى قال أحسن العمل، أنسى ننزل. هيا دمره، أطاق أغريسيف لي يا حبيبي، لا تقلق سأقوم بمساعدتك بالسلاح، لا تقلق. أحسنت يا صديقي أحسنت. يحاول إنزال الهيلث. واو واو، هركسهم، هذا البوس خطير. شي يحاول الاقتراب مني، يحاول تسديد البوركان علي لكنها لا يصيبني. هجمة البوركان أسوأ هجمة في التاريخ، لو قمت بتغيير تلك الهجمة كنت ستصيبني صراحة، وممكن أن تفوز علي، لكن عاد هذا لن تستطيع. واو 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 واو، لا 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 لا، اهرب اهرب اهرب، اين سنهرب اصلا؟ لا استطيع الرؤيه نهائيا يا اصدقاء. اين المفر؟ لا اعرف، اني لا استطيع الرؤيه. انتظر الان، دونت اتاك، ممتاز. هيا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سنحاول تغيير الكره لا تقلقوا. هيا جيد، الهايبر الان، نستعمل فقط الهايبر. ني انزلت له الهيلث كثيرا. هيا واو 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 واو، دمر لي الدرع عن اخره. هيا أحاول أن تزيد عليه الإلترا وبعدها الليجنداري، أقوم باستعمال الإلترا فقط ونكتشف هل سنستطيع الإمساك به بالإلترا أم لا. إذا لم نستطع سنضطر لكي نستعمل الليجنداري يا حبيبي، أني لا أريد قتله. هيا ممتاز، يملأ السلاح، يترك لي فرصة على الأقل. البلازا موت يا صديقي، أريد الإمساك بك. هيا ممتاز، أمسكنا بالبلازا موت يا حبيبي. فليم إمبيرر ووركاوليك، واو 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 واو، والكولد بلادد كذلك، خطيره هذا خطيره. معركه كانت شرسه بسبب عدم الرؤيه فقط، لاني يعني رغم اني رفعت البرايت نيس للحد الاقصى لا زالت الاجواء سوداء. ليرند، واو لقد تعلم صديقنا يا رفاق. تخيلوا معركه واحده، المشكل هو الهيلت، ركزوا، رفعنا مستوياته لكن لا زالت لديه الهيلت ضعيفه. على الاقل لقد تعلم هجمه مميزه، احسنت. الان اتساءل كيف سنستطيع الخروج يا رفاق من هذا الكهف. هذا هو السؤال المطروح الان، كيف ساستطيع الخروج؟ تخيل رفعت يا رفاق البرايت نيس لحد الاقصى، لا استطيع الرؤيه نهائيا. انا الان اقوم فقط بتتبع هاته اللافا، اللافا هي التي تاخذني للخارج، عدا هذا فاني لا اعرف نهائيا الطريق. وتخيل 100% في البرايت نيس الان ولا استطيع الرؤيه. احسن، نحن حمدا وصلنا للنهايه. صراحه اليورمانتايد وازروبي لعبوا بشكل جيد، شكرا لكم. والان بعدما قمنا بتدمير هذا وقمنا بترويضه، سنذهب عند الاستيغون. هذا الأستيغون على الأقل فإنني أعرف منطقة الدخول له. أنا حتى وصلنا لمنطقة الأستيغون، هو هذا يا أصدقاء، سننزل للأسفل لأن منطقة الدخول له هو كذلك. إذا لازلت أتذكر موجودة في أحد هذه المناطق هنا بالقرب من البركان، أي الحذر كذلك لكي لا أنزل في الماء، لأني إذا نزلت في الماء ستشتعل في النار. هذا الماء فإنها بركاني خطير، ستشتعل فينا النار وممكن أن نموت. لمن يسأل عن حجر السولفير فإنه موجود بكثرة في هذه المنطقة، فقط قم بفتح هذه التيبي هنا بالقرب من التاور، افتحوها، وبالقرب من التاور هناك عدد هائل، قم بأخذ السولفير الذي تريدون وبعدها افعلوا التيبي وعودوا للبيز الخاصة بكم. هذه هي الاستراتيجية التي أفعلها إذا أردت الحصول على هذا الحجر الأصفر. الآن علي تذكر مكان الدخول لهذا البوس، منطقة الدخول لها موجودة يا أصدقاء توقع في الاسفل. نعم هناك كهف يا رفاق في هذه الضفه، هي هذه منطقه الدخول لها. انا حدا لقد وجدناها بسرعه هنا، ركزتم. ديستروي ذا ماين شافت، لدينا هنا هذه الماين شافت، سندخل لها، سنجد ذلك البوس، نقوم بتدميره يا رفاق على السريع. هذه المنطقه كذلك فاتوقع بانها ستكون مظلمه، لذلك سنحاول رفع كذلك البرايتنس. قد وجدت بيضه يا اصدقاء هنا، شاهدوها بفوق. تسأل كيف ساستطيع الصعود لها، لكن احاول، انا الان احاول. يس، لا اتساءل ماذا يوجد داخل تلك البيضة. ها هو ها، مشكل مشكل. واو 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 واو، مع البداية صديقي زدت بعد لم اقم برفع البرايت نيس، وهذا المغفل لقد ظهر اصلا. هيا الهايدرو، سكاو بيبي، لم اصيبه، لا بل اصابته. الاكوا بيرس، اكوا بيرس، هيا اكوا بيرس، هذا فانه ليس اقوى من السابق، السابق فانه اقوى منه. هيا الاكوا قال، الاكوا قال، أحسنت يا صديقي، تعال. سنذهب عنده، سنذهب عنده، ندخل عنده. ابتعد، ابتعد يا المغفل، أريد الدخول عندك لمنزلك يا صديقي.
لا ترحب بي في منزلك يا المغفل. ها لا ترحب بي في المنزل. هيا اصابني اصابني بشكل جيد. المهم الان سننزل اتاك اغريسيفلي يا حبيبي. انهي اغريسيفلي يعني اغريسيف. احسنت. دمر هذا تنين. هذا يطير يا اصيل. ركزتم لدي قدرات تنينيه هذا اكثر منها قدرات ناريه. اشاتهم هي دمر. واو واو اصابني اصابني. ارسل علي هيومي لانشر وليس روكيت لانشر. ارسل علي تلك الصواريخ التي تلحق بكم يا اصدقاء. هيا اهرب. ممتاز. دمرها يا يورمانتايد. دمرها يورمانتايد. دمرها. احسنت لقد هربت من تلك الهجمه. لم اصيبها لم اصيبها. احسنت يا يورمانتايد. هيا انهي. جيد. هو الان يحاول التركيز علي. يسدد تقريبا فقط تسديدات التنين. لحد الان لم يسدد اي هجمه ناريه. لا اعرف لماذا لكن هذا ما حدث. تعال يا يورمانتايد الان سنسدد عليه الهجمه القويه. هيا ليتس جو بيبي. هذه هي الهجمه التي ستنزل لها يا رفاق الهيلت. هيا واو 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 واو. زعزعاني زعزعاني. هيا ممتاز. احسنت. الان دمره دمره. احسنت يا صديقي يورمانتايد. انهي. تعال يا يورمانتايد تعال. بدات تفشل يا يورمانتايد. ازوروبي ابقي بالقرب مني يا ازوروبي لكي اركب فيك واتحكم فيك لكي نسدد عليها بالهيدرولايزر. احسننا ممتاز. الان سنسدد عليها بالبابلز. هيا تحركي اهروبي البابلز الان. احسنتي ممتاز. الان سددي عليه تلك الهجمه الاخرى. والان تعارك ضده لوحدك. تعارك لوحدك ضده. شيت شيت الكلب لقد طار عندي انا. هيا هجومي هجومي. احسنتي الهيدرو ليتس جو. دمره. جيد جيد جيد. علي التركيز كذلك على الهيلث الخاصه به لكي لا يموت لانني لا اريد قتله. الان سنقوم باستعمال السلاح الاخر. شيء شيء قد غضب غضب غضب. مشكل سيصيبني. احسن احسن احسن. هيا دمره دمره. مشكل اشعل في النار. ارجوك ارجوك سددي علي النار انا. سددي علي النار انا. قد اشعل في النار الكلب. مشكل مشكل ساموت ساموت. المهم الشيء الذي سنفعله سنحاول الامساك به يا اصدقاء لكي نرتاح قليلا. ساقوم باخراج الكوبفين. اخرجي ايها الكوبفين اخرج. هيا اخرج. حاول تدميرها يا ايها الكوبفين. هيا دورك هذا. انجري شارك اتس جو. احسنت ايها الكوبفين لكن لا تقتله. احسنت. انتظر انزل له الهيلت. واو واو قتلني. لم اركز على الهيلت يا اصدقاء. كنت مركز عليه. لا لم اركز على الهيلت وقتلني. لا ضعيف هذا هذا ضعيف. استطعت تدميرها بسهوله. مشكل يا رفاقي لقد قتلني لكني ساعود عنده سادمره. اعدكم بانه ضعيف ضعيف عن اخره. مع الاسف لقد غفلني في تلك الاثناء. شي 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 الهيلت عندي فانها تنزل بسرعه البرق يا رفاقي. اتوقع بانني لا استطيع الوصول للمكان. لن استطيع. لهذا السبب سنعود للبيز نجمع الهيلت وبعدها سناتي الى هنا. مشكل يا رفاقي لو فيها الكارثه لقد وقعت بمعنى الكلمه. القوبفين صراحه لقد دمرها بلا كذب. دمر صديقنا القوبفين. سنحاول جمع قليلا الهيلت وبعدها سنتحرك يا اصدقاء لكي نقوم بتدمير ذلك البوس لان امره سهل ليس قوي. كنت سأنيه يا اصدقاء لو عاد لي الدرع كنت سأنيه. وانا كذلك لقد تسرعت. كان علي صراحه محاولة الهروب من هجماته كي لا يستطيع اصابتي لكن مع الاسف لقد تسرعت قليلا. لو كانت هناك تيبي قريبة من المنطقة كنت ساغامر الان وساذهب لكن اقرب تيبي شيدوها بعيدة وعلي الذهاب هنا لكي استطيع الحصول على الدرع. المشكل عندي هو الدرع يا اصدقاء. اقوم بفتح اولا هذا البيض. الكرايونكس جيد. معارك اليوم صراحة فانها ممتعة جدا. مع الاسف اردت كذلك فعل المعركة الاخرى لكن اتوقع باننا لن نقوم بفعلها ببساطة لأننا طولنا كثيرا في المقطع وتعاركنا ضد الكثير من البوصات. المعركة الأخرى سنتركها إن شاء الله حتى الحلقة القادمة. لكني سأذهب عند هذا الأستيغون سأدمره. أنه ضعيف ضعيف كثيرا. هيا تعال أنت. ليتس جو. نحو الأستيغون سنتجه على السريع يا أصدقاء مباشرة. السؤال المطروح هو هل سأستطيع الوصول للمنطقة أم لا؟ هذا هو السؤال المطروح يا اصدقاء لان الهيلت فانها تنزل بسرعه كبيره. اذا لم نستطع فانني ساقوم بصناعه الدرع. يا تعال يا صديقي تعال. شاهدوا لا يريد هذا كذلك المجيء. لا يريد المجيء عندي. لان مشكله هذا هو انه بعيد. ممكن انه موجود هنا نعم في هذه الضفه لكن مع الاسف لن اصل لانني ساموت قبل ان اصل.
هذا السبب الشيء الذي سأفعله، سنقوم بصناعة درع، نصنع درع أولا وبعد سنأتي عندها. ركزوا معنا، حتى سنموت الآن في السماء. يعني من الضروري صناعة الدرع وبعدها العودة عند وجد ميرو. قمت بصناعة فقط ذلك الدرع السيء جدا، ليس الدرع القوي، فقط لكي لا تنزل لنا الهيلت، لأنني أؤمن سأستطيع إعادة الأمتعة الخاصة بي، رغم أن الأمتعة الخاصة بي لم أراها. أعدكم بأنني لم أراها نهائيا. هو المدخل الخاص بالكهف، لقد وجدته، رأيته، واللعبة تقول على أنني مت في الداخل، لكن الأمتعة الخاصة بي لست متأكدة هي موجودة في الداخل أم لا. هذا هو السؤال المطرح، لأن في أغلب الأحيان يتم فعل سبون لها في الخارج. أتساءل الآن يا أصدقاء أين هي الأمتعة الخاصة بي؟ ها هو البوس. نعم الأمتعة الخاصة بي بالقرب منه، تخيلوا يا رفاق. هذا السبب الشيء الذي سنفعله، سأقوم بإرسال انتظر عد. واو ركزوا، يرحب بي الآن، قال لي مرحبا بك، كيف حالك يا صديقي؟ هيا اذهب اذهب شحرا. شاهدوا ما البدايه، لم عرفت هذا اللي دخلت مباشره جيدا. المهم لقد عرفنا على الاقل الامتعه الخاصه بنا فانها بالقرب منه، لهذا السبب ساذهب عنده الان، سادمره. اعدكم باني سانهيه الان يا اصدقاء. نحاول اخذ درع اخر من الدرع السيئه، ساصنعه هنا فقط، انه سيء هو تروبيكال اوتفيت. واكتشفت كذلك بانه قريب جدا من تيبي، صراحه اعتقدت بانه بالخلف من الجبل، لكن لا قريب، ها هي تيبي هناك. ما علينا فعله فقط المجيء هكذا، وها هو المدخل، قريب جدا. سابقا لقد طيرت في الفوق وتأخرت كثيرا، لهذا السبب ميت. أصلا يمكن يكون المجيء بدون درع يا رفاقي، لا تحتاجون نهائيا للدرع. وهي الديسترويد ما نشافت. الآن الشيء الذي سنفعله، سنقوم بالتغيير مباشرة يا رفاق اليورمانتايد. تعال يا يورمانتايد تعال، لأنني عندما سأدخل سأرسل علي اليورمانتايد لكي يدمر اليورمانتايد، ونحن يا رفاق سنذهب سنقوم بأخذ الأمتعة الخاصة بنا. هذه هي الاستراتيجية التي سنفعلها. شاهدوا شاهدوا الآن الكهف لم يظهر فيه الظلام، لست متأكد شيء الذي حدث، لكن الآن بعدما جئت يا رفاق الكهف فإنه لم يظهر فيه الظلام، لست متأكد شيء الذي حدث لذلك المغفل. حسنا نرتدي هذه الأمور، هل حدث لا جليتش أم ماذا لا أعرف، لكن من الظاهر عليه أنه لا يريد الهجوم عليها. واو الآن استيقظ، الآن استيقظ يا أصدقاء، الآن استيقظ من القلبة. هيا يا صديقي، مشكل مشكل، شيء شيء يحاول الهجوم عليه الآن. هيا أهرب، استعمل استراتيجية الهروب. أنا الآن أحس يا رفاق النار تشتعل فيه، علي تغيير هذا الدرع. هنا هو الدرع الآخر، تدمر مع الأسف، الدرع الآخر الخاص بي لقد تدمر يا رفاق. شيدو شيدو، هو الآن يحاول التركيز علي الآن. هيا دمره دمره أيها المغفل، ماذا تفعل يا أيها المغفل؟ دمره. لا أستطيع أصدقاء رؤية الهيلث الخاصة بي، لست متأكد لماذا. أين إنهاءات المعركة بسرعة؟ هي دمره دمره، أنا الآن أحس يا رفاق بالحرارة، مشكل كبير هذا. ولدي درع واحد تقريبا أو تروبيكال، سأضطر لكي أرتدي التروبيكال أوتفيت يا رفاق، لأن الهيلث لا تظهر، لست متأكد الجليتش التي حدثت، الهيلث عندي فإنها لا تظهر. هيا دمره دمره، هي اتاك اغريسيفلي، احسنت، انهيه يا صديق. الان بدات تظهر الهيلت، ليتس جو، هذا ما ضغطت على الزر بدات تظهر. هيا اهرب، قم بتدمير هذا الكلب، هذا الكلب انا من سينهيك يا ايوه الموفل. لا اريد صراحه تضيع الاميونيشن، اريد شارك الاميونيشن حتى اخر لحظه على الاقل الان يا اصدقاء، بما ان اللعبه اصبحت تظهر بشكل مميز صراحه، لست متاكد بعد ما حدث تلك الجليتش، لا انا استطيع الرؤية بشكل مميز اذا ركز. دمره، هيا انهي، احسنت يا رفيقي احسنت. الان الازوروبي، هيا ازوروبي اهرب، ممتاز، حاول فقط الابتعاد عنه بتلك الطريقة، صراحة هكذا خطير هكذا، الظلام غير موجود. يمكنني الهروب منه بسهولة صراحة، اما عندما تعاركنا في البداية وكان الظلام كان الامر صعب. شيء شيء ممتاز، أصاب شوية يا حبيبي، هذا خطير هذا، لا بأس به، لكن صراحة اللباز عندي فعالون ضده يا حبيبي. هو الآن سيحاول الهجوم علي والتركيز علي، الأزوروبي تنهي، أحسن شيء أيتها الأزوروبي، انهي انهي الكلب، مثل هؤلاء الكلاب، علينا إنهاؤهم يا رفاق. أحسن شيء يا أزوروبي، أحسن شيء، هذا ما أريد أن أراه يا أزوروبي، علي الآن فقط إعادته درع.
والآن سيحاول التركيز علي. سأهرب كما تشاهدون. ممتاز احسنت يا أزوروبي، هذا ما أريده. جيد، دمري يا أزوروبي. 800 الآن في الهيلث، روعة جدا. الآن سنقوم بإخراج الدولفين. ممتاز، هربت من الهجمة، لكن الكلب روكيت لانشرز الخاصة بها زالت. هيا الأنجري شارك، أحسنت، ممتاز. هيا دمره دمره الأنجري يا حبيبي، أنت أنجري الآن. يا سلام، روعة 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 يا غوبفين. هيا أنجري شارك، فالتيم إز هانجري أنا أعرف. هيا أنجري شارك، عد عد يا أيها المغفل عد، أنت لا تفعل أي شيء. هيا أنجري شارك، البالتيم إذا كنتم هانجري فقوم بالأكل. هيا واو واو، لا يريد يا رفاق تسديد الهجمة الخاصة به. هيا سدد هجمتك، سدد هجمتك، أحسنت. هيا دمره، أحسنت. هيا كرتك الخيالية، جيد، ستموت الآن. عد يورمانتايد، اذهب دمره يا يورمانتايد بهجمتك القوية. أحسنت يا يورمانتايد، لكن لا تقوم بقتله. ممتاز، الآن يا يورمانتايد عد، عد يا يورمانتايد. أنا من سيتعارك ضده الآن. شاهدوا، يحاول يا رفاق الهجوم علي، لكن جاء دوري الآن، جاء دوري يا أيها المغفل. تستطيع فعل أي شيء الآن. الشباب لقد فعلوا دورهم، الآن جاء دوري. تعال هيا خذ في وجهك يا أيها المغفل، دوري يا سبليس يا حبيبي الآن. هيا هيا اظهر، ها ها ها، أنت ده ستموت الآن. هيا جاء دوري يا حبيبي، دمرت لي الدرع يا أيها المغفل، سأنهيك الآن يا أيها المغفل. أصاب لي الدرع مرة أخرى. هيا ممتاز، ليجندري يا حبيبي. هيا جيد، هربت منها، ممتاز. شاهدوا شي لم يفهم أي شيء يا رفع، ليجندري سفير لن تهرب منها يا حبيبي. شاهدوا شاهدوا الكلب، شاهدوا الكلب، واو واو أصابني، لكن لن يدمرني، لن ينهيني، أستطيع إنهاءه إذا أردت. هيا ممتاز، ضربته ضربة واحدة فقط. شاهدوا بوم، وإذا ضربته الآن سيموت. لهذا السبب الشيء الذي سنفعله، لن نضربه، سننتظره. عندنا بقيت له فقط 7 في الهيلث يا رفاق، كنت سأنهيه. أنه أغضبني كثيرا بعدما قتلني يا شباب، لكن دمرته أنا. وتخيلوا استعملت الدرع الضعيف ضده، لكي أدرى لكم بأن هذا البوس 0-0، ليس قوي كثيرا، لكن إذا غفلكم بطبيعة الحال فلقد غفلكم. أما من ناحية القوة ليس قوي. وكذلك يا أصدقاء الجرافيك، أول مرة عندما دخلت كانت الدنيا مظلمة، لم أستطع رؤية أي شيء، لكن الآن نحن نستطيع الرؤية. لست متأكد كيف حدث هذا، كيف حدث هذا الجليتش، لكن عندما حدث هذا الجليتش فلقد استطعنا يا رفاق الهروب. قم بتدمير هذا الدرع الخاص بي، وقمنا بتدميره كذلك، لأننا استطعنا الرؤية، عرفنا أين هي الحدود، عرفنا الأمور كيف هي، وبهذا فإننا استطعنا تدميرها بسهولة. لكن عندما تدخل للكاف ويصبح الكاف مظلم، هناك يصبح الأمر صعب، خصوصا في هذه المنطقة البركانية المظلمة، رغم أن فيها النار لكن تلك النار لا تشع، لا تضيء بشكل جيد. وبهذا يا رفاق سنكون قد استطعنا تدمير البوصات الخطيرة جدا في هذه المنطقة. بقي فقط الزعيم الخاص بالتاور، وبقي فقط هذا جيت دراجن. جيت دراجن سنقوم بإنهائه، لكن يجب علينا أولا الانتقام من الفروس تاليان. الفروس تاليان سننتقم منه إن شاء الله، لكن في الحلقة القادمة وليس في حلقة اليوم. أما بالنسبة لحلقة اليوم سأكشف فقط بهذا يا رفاق، وسأودعكم. إذا عجبتكم حلقة اليوم فضلا منكم دعموا الضغط على زر لايك، وشروا المقطع مع أصدقائكم. حتى ذلك الحين كان معكم ياسين، استودعكم الله ولي الله صدي وداه، ولا تنسوا كان السلام هو خير ختام.